تحت شعار إذا أردت الطريق فاستشهد بالعلم، انطلقت دورة علوم بيت المقدس في محافظة الكرك بهدف إعادة قضية القدس إلى صدارة وعي المشاركين، وصولاً لتعزيز دور الأردن التاريخي في خدمة القدس بمختلف الجوانب. دورة علوم بيت المقدس المستوى العام قمنا بالتنسيق مع نادي الإبداع في الكرك، وقاموا مشكورين بالترحيب بعقد هذه الدورة في نادي الإبداع، دورة بتهدف لرفع وعي تجاه قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، تعقد على مدى 9 أيام ابتداء من اليوم، وتستمر 9 أيام بمعدل 27 ساعة تدريبية في مجال علوم بيت المقدس. هذه الدورات دائما ما تحاول أن ترفع من منسوب الوعي والمعرفة عند المشاركين. ملتقى القدس الثقافي منذ تأسيسه يحاول أن يعيد للثقافة المقدسية صدارتها كمكون أساسي من مكونات التحرير. دائما المعلومة الصحيحة تؤدي إلى عمل صحيح، والمعلومة الناقصة غالبا ما يكون إما فعل ناقص أو فعل يضر بالقضية. مهمتنا بقضية مثل قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك أن نعي تماما هذه المفاهيم الدقيقة والصحيحة عن قضيتنا حتى يكون العمل صحيح. دورة المستوى العام في علوم بيت المقدس الذي يعقدها ملتقى القدس الثقافي بالتعاون مع نادي الإبداع في الكرك تأتي على هذا المسار، بحيث أن تكون رصيد معرفي صحيح يكون أساس لكل عامل لهذه القضية. من المحاور التي سنتحدث عنها في هذا اللقاء المفاهيم المتعلقة ببيت المقدس وفلسطين والمصطلحات التي تحدث عنها القرآن، الأرض المقدسة والأرض المباركة وإقليم بيت المقدس كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي الكرك هي جزء منها، الكرك جزء من الأرض المقدسة. فسنتحدث عن هذه الأقاليم المتعلقة بهذا الأمر، أهمية بيت المقدس في الإسلام، ولماذا هي مرتبطة ليس فقط بالفلسطينيين إنما هي قضية مرتبطة بكل المسلمين وحتى أبعد من ذلك لغيرها من الشرائع. ساهمت مع ملتقى القدس الثقافي في عام 2018 في دورة علوم بيت المقدس، تقدمنا معهم في مسابقة قصة نجاح فزنا فيها على مستوى المملكة. أهم الأهداف وأهم ما صنعنا في هذه الدورة الجميلة هي زيادة الوعي والثقافة في الجيل، جعل القضية المقدسية تتصدر الوعي لهذه الأمة. بلشت مسيرتي مع الملتقى في 2018 في ورشة الأقصى كل السور اللي ضمت مجموعة كبيرة من معلمين الكرك. بعد هيك انتقلنا للرواد، طبعا الحمد لله تجاوزنا 3 مراحل في رواد الأقصى كل السور، وأنا الآن ميسرة متطوعة في ملتقى القدس الثقافي. شاركت مع ملتقى القدس الثقافي أول إشي بال دورة الأقصى كل السور، ثم تابعنا بعدين مع رواد الأقصى، كانت عبارة عن دورة 180 ساعة شاركت معهم، والآن أنا حاليا مبادرة معهم ومتطوعة مع ملتقى القدس الثقافي. وتسلط الدورة الضوء على أهمية الدور الأردني في القدس وخصوصيته، وتوصل العلاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية والقدس.